إذن كما راكم تلاحظوا راهو عرس كبير في ولاية بويرة باش قمنا بهذا الشيء، يعني كانت فيه جهود كبيرة ومنذ أيام وحنا نحضروا في هذا العرس هذا في هذا الحفل هذا لولاية بويرة، ونظن راح تكون فيها في عند الوصول راح يكون فيها اكثر، يعني الحفل راح يكون جمهور كبير اللي راح يقابل وصول الدراجين. يعني راح نقول حاجه برك، يعني ونشكر كل من ساهم في هذا التنظيم والناس بالنسبه الى الولايه بالنسبه الى مديريه الشباب والرياضه، كل من ساهم من قريب وبعيد يعني نشكره، لانه انا نظن باللي راح تكون هذه المرحله تاع بويرة راح تكون بارمي لي زيتاب اللي داروهم في كل الولايات، وراح تكون ان شاء الله هي في 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 مع الاوائل تاع هذا الطواف. اذا انا نقول رانا تمكنا باش نحضروا بكل الجهود وكل الطاقه تاعنا، وتمكنا باش نحضروا ونكونوا في الموعد. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.